شباب مبروكين يا شباب، يعطيكم الف عافيه. الحمد لله استعدينا الصدارة ثاني مره. هذا الشيء اللي نبغاه، اللي كنا نخسر العام الماضي النقاط السهله. انا ما افكر على الشيء الحمد لله. اكيد كل واحد فينا بيراجع نفسه على بعض الاشياء في الملعب، نطلع ان شاء الله بشكل احسن. ما نطلع لا احنا ولا الجمهور، 50,000 اللي جاء زعلانين. مبروكين يا شباب، اجازه سعيده.